ولاية مستغانم أين يعيش رب عائلة من حسي مباش بولاية مستغانم ظروف ووضعية جد صعبة ليوجه نداءه لكل المسؤولين من أجل مساعدته. نتابع التفاصيل مع هشام بشكيت وأنيس بن حالة. عديدة تلك المصاعب والمشكلات التي تواجه قدمي مرضى السكري، ولعل أكبر تلك المشكلات احتمالية بتر القدمين. هو حال الحاج رب عائلة متكونة من 4 أطفال انقلبت حياته رأسا على عقب منذ 2012، أين أصبح من فئة الاحتياجات الخاصة عقب بتر رجله اليسرى ما جعله رهينة كرسي متحرك. 3000 دينار تكفي 4 ذراري ونساء والدار وجداتي وذيك عارف يعني امور فيها يعني المعيشه هذيك الركبه وما تقومنيش غير باش نركب بها مش حتى نعيش بها. والحمد لله الناس المحسنين كل واحد راه يعاون في منطقه الاكل والشرب. الحاج لا يستطيع اليوم ممارسة حياته الاجتماعية بصورة طبيعية ويصبح أكثر عرضة للانعزال في ظل قساوة قدرته المعيشية. نطلب منهم مساعدة باش نمشي، أنا ما نحوش حتى حاجة باش نمشي ونخدم على عائلتي، ومراني كيما هكا يرفضوني ويحطوني، يعني راني شغل على المجتمع على عائلتي ولا المجتمع، حتى يرفضوك حتى يحطوك حتى ذيك، يعني لو كان ما يرفضوني شو يحطوني ما نتحركش. ليبقى الأمل الوحيد للحاج نداء استغاثة لذوي القلوب الرحيمة والجهات الوصية قصد الحصول على رجل اصطناعية تشعره بمقاومة هموم الحياة.